بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني الزمزمي وعلى آله وأصحابه، وأسقنا اللهم غرفا من البحر الأحمر، واجعلنا يا ربنا من ورثة المقام المحمدي. اللهم آمين. فليسمح لي أساتذتي وأشياخي أن أتطفل على موائدهم، وقد قالوا ما فيه الكفاية وما فيه الهداية، ولكني في المين أريد أن أستجيز مشايخي فيما أقول، فهل تسمحني؟ جزاكم الله عما خيرا. إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقاة، ويا علم الهدى تفديك نفسي، ونفس أولي الرئاسة والولاة، فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي، فأنت قداسة أما استحلت، فذاك الموت من قبل الممات. صلى الله وسلم وشرف وكرم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. يقول سيد المرسي ابن عباس: الأنبياء لأممهم عطية، ورسول الله لأمته هدية. فالعطية للمحتاجين، والهدية للمحبوبين. فليست العبرة أن تكون محبا لرسول الله، ولا عاشقا لرسول الله، ولا هارما في رسول الله، ولا طالبا ولا مريدا، ولكن العبرة أن تكون محبوبا معشوقا مطلوبا مرادا لرسول الله. فليس الحب إلا حب طاهر، وليس القرب إلا ساحة طاهر، وليس النور إلا وجه طه، وليس الشرب إلا ريح طه. صلى الله عليه وسلم. تحدث أشياخي وأساتذتي عن الكمالات وعن الدلالات والإشارات والعبارات، وأتحدث معكم عن الجمالات المحمدية. سيدي فاق الجمال، بل إن الجمال به شوف، بذل الحسن، بل إن الحسن به وصف. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه في القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو سيدنا المصطفى، والكتاب المبين هو القرآن الكريم. أدل دليل على هذا أن سيدنا حسان بن ثابت، وهو شاعر كبير قبل إسلامه، قال له أهل مكة: يا حسان أرجو محمد. فاختبأ خلف صخرة وأراد أن يكتب هجاء في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى طلعته البرية وشاهد الأنوار المصطفوية وشم الروائح
أننا جلسنا في هذا المكان على غير أرحام بيننا
عيد النبي به طلعت بمولد والد الزهراء شمس الهدى وفوارع السراء وبنوره اكتست العوالم مهجتا وسرى نسيم الانس في الارجاء. وعزاؤنا الى النبل من اهل المدينه ان اهل بيت سيدنا رسول الله جاءوا عندنا في مصر وسكنوا مصر. وكان سيدنا الشيخ صالح يقول اذا اشتقنا الى خير البرايا اتيناهم مشاه راكبين فانتم منه بالاسرار جئتم وجئناكم فشاهدنا الامين نظن باننا نحو المدينه يفوح العطر منكم كي نبينا فاشبهتم بعطركم رياضا حرت جدا لهم في المرسلين. لما تعوز تزور سيدنا النبي زور سيدنا الحسين، لان سيدنا النبي قال لسيدنا الشيخ الشعراوي ان لنا بابا في مصر اسمه الحسين. يا ال احمد يا هند الكلام يلا ما حال في حاجه اياكم مفصلا يا ساده الناس جلواكم وجودكم قد عودني على ان اطلب المدد من جاء ساحتكم سعيا لكرمكم لن تحرق النار في الاخرى لهم جسدا من جاء ساحتكم سعيا لكرمكم تعطونه مددا يعيا به مددا. رضي الله عن اهل البيت ورضي الله عنكم وحفظ الله اشياخنا وبارك في اعمالهم ونفع الامه بهم. اسالك يا ربنا في هذه الساعه ان توصل سلامنا واشواقنا وتحياتنا الى سيدنا رسول الله. اللهم اهدنا لارواحنا ان تجتمع بروحه الشريفه. بلغه منا التحيه والسلام واجمعنا به في اليقظه والمنام. اللهم امين. وصلى الله على سيدنا محمد فتحا وختاما. ليس من مدينة القاهرة ولا يعرف أين المسجد يريد زيارة، ومن سوء حظي أنه رأى شابا سلفيا وقال له أين سيدنا الحسين؟ فقال سيدك أنت. السلفي يقول للرجل سيدك أنت. فكان الرجل من أهل البصيرة قال صدقت أنه قال صلى الله عليه وسلم عن سيدنا الحسين سيد الشباب أهل الجنة.